طبعا يشرفني طبعا دلوقتي ان يكون معايا مداخله مهمه جدا يعني من اخويا الكبير، يعني واحد من نجوم النادي الاهلي طبعا اللي كان ليا الشرف ان انا العب معاهم فتره من الفترات سواء في النادي الاسماعيلي ولا في النادي الاهلي، العمده الكابتن عماد النحاس. يا عمده مساء الفل. حبيبي يا كابتن بركات، مبارك يا غالي، كله تمام؟ عليك. الحمد لله رب العالمين. زعلنا امبارح يا عماد والله، يعني كان نفسنا النادي الاهلي يكمل، كان يبقى هو البطل في يعني يبقى اول بطل في اول بطوله مستحدثه، ولكن يعني 1-0 بره و 0-0 جوه، واتاهل سان داونز للنهائي لمباراه الوداد. شفت المباراه ازاي يا عماد؟ في البدايه طبعا هارد لك للنادي الاهلي، رغم المباراه الاولى مع سان داونز ما فرطنا في حاجات كتير، احترمنا الفريق برضو زيادة عن اللزوم، رغم ان هو فريق محترم فريق منظم وفرقة من الفرق القوية في القارة الافريقية، وماتشاتهم معانا دلوقتي بقى فيها تعادل في حاجات كتير. النهاردة ال 16 مباراة فيهم 5 و5 و6 تعادلات، 5 مكسب و5 خسارة و6 تعادلات. لكن المباراة الثانية احنا امبارح فرطنا في فوز، وفرطنا في فوز كبير يعني، لكن عدم توفيق سبحان الله يعني. في حاجات كده في الكوره يعني، الجون كله لما يكون فاضي والمدافع بيشلت الكوره تخبط الاستردات في رجل كهربا وتخبط في العارضه وتطلع الجون كله فاضي. ده غريب والله يا عماد، انا من شويه يعني كنت بقول الكوره دي لو كررت 10 مرات هتخش ال 10 مرات. سبحان الله يعني، دي واحده من الحاجات اللي هي السهله يعني. علي معلول ضيع بكده ضربات جزاء، لكن علي من الناس الخبرات والناس اللي عارفه يعني ايه تركيز، والناس اللي هي بتنصح اللعيبه زمايلها اللي ليه كلمه كبيره طبعا اكيد في اوضه اللبس وجوه الملعب. ده اكبر دليل للتوفيق وعدم التوفيق يعني. عارف المناسبات الكبيره دي ما بيفرطش في الحاجات دي بسهوله يعني، ده برضو جزء من التوفيق وعدم التوفيق. نجوم كبار ضيعت ضربات جزاء يعني، لكن في الاخر طبعا خلاص هارد لك النادي الاهلي. النادي الاهلي خرج لان البطوله رتمها سريع، دخولنا للبطوله ما كانش افضل شيء برضو من اول مباراه سيمبا بركات برضو يعني. انا يعني شايف مباراه سيمبا كان ليها برضو تاثير، لما نلعب مباراتين احنا اللي فيها يعني، انت المباراه اللي هناك كانت ممكن تريحك بشكل كبير وتديك طمانينه للفرقه في المكسب بشكل كبير، ان انت تكسب سيمبا دي في ملعبهم 2-3. المباراه راحت ل2-2، وبعدين مباراه العوده هنا قلنا خلاص هتعوض هنا بشكل كويس ونعوض الفرص اللي ضاعت هناك، جينا هنا ضيعنا فرص اكتر، وكمان كان ممكن النادي الاهلي يخرج. هل حسيت يا عماد، هل قلقت بعد الماتشين بتوع سيمبا اما الاهلي يعني تخطى الدور دوت بتعادلين 2-2 1-1، هل يعني حسيت ان الدنيا مش مظبوطه او قلقت شويه قبل ما تلعب سان داونز؟ بص، هو في برضه يعني حالات يعني، اللي هو الكلام الكتير اللي برضه احنا ما عنديش معلومه يعني مليون المية، مش هقول 100%، وان دي برضه لما بسمعها بحس ان في مثلا مشكله في اوضه اللبس. هو في مشكله ولا ما فيش مشكله؟ بتبان اكتر على الاداء، بتبان اكتر على علاقه اللعيبه ببعض. المباراه الاخيره اللي هي المباراه بتاعت امبارح، لا ما فيش اي حاجه يعني، هو التوفيق عدم التوفيق ده من عند ربنا يعني، سواء بقى دخول لعيب خروج لعيب. لكن مباراه سيمبا كانت ممكن تديك طمانينه اكتر وتديك راحه لو انت كسبت المباراتين. اولا بركات الصن داونز لعب 8 ماتشات في الدوري كسبان الثمانيه، النادي الاهلي لعب مباراتين بس في الدوري. لعب مباراتين بترو اتلتيكو، كسب مباراه وتعادل مباراه، هو ناقص واحد يعني، لعب 10 مباريات. النادي الاهلي وهو من الدقيقه الثانيه يعني، هو لعب مباراه العوده اللي تعادلها في ملعبه 0-0 من الدقيقه الثانيه بيلعب 10 يعني هو بدا المباراه ناقص واحد. الجاهزيه اللي عنده لا اجهز مننا بكتير، راجل لعب 10 مباريات. انت توتال الماتشات اللي اتلعبت مباراتين في الدوري، مباراه السوبر الافريقي، مباراتين صن داون، الخمس مباريات هم اللي اتلعبوا يعني، واحد لعب مباريات ضعفك بغض النظر بقى ان ممكن الدوري بتاعنا يكون اقوى، ممكن دوريهم هم يكون اقوى، لكن 10 مباريات رسميه لا تجهز فرقه عن فرقه بشكل كبير يعني. كمان زائد المواهب اللي احنا كل لما بنلعب صن داونز لا عندهم لعيب احسن من اللي قبله يعني، ماسيكو ده لعيب محترم جدا 33 20 سنه. احنا خد بالك الاهلي لعب برضه ماتشين في التمهيد يا عماد مع سان جورج برضه، افريقيا مظبوط، دوري ابطال، واكيد هو برضه في دوري الابطال اكيد لعب ماتشين يعني برضه. انا حسبت له ماتشات الدوري لعب الدوري طبعا زي ما احنا لعبنا دوري تمهيدي، اكيد برضه هو لعب دوري تمهيدي، دخلته دوري المجموعات بيراميدز. انا بتكلم على الحالات الفقر. رغم كل ده الواحد ما كانش عنده شك ان النادي الاهلي في وجود الجمهور ده، في وجود الدعم ده، والنتيجه هناك 1-0، ان انت تقدر
تعوض فارق الجون الاول وبعدين عادي. انا شفت مباراه الترجي والوداد ذهاب وعوده، المباراتين دعم الجمهور والقوه، الوداد كسب 1-0، نفس الكلام في تونس الترجي كسب 1-0. لما راحوا لضربات الجزاء خلاص انت بقى رايح للحظ، انت وحظك مين يسجل مين يضيع. صعد الوداد، انا كنت متخيل وحاطط يعني سيناريو كده تخيل ان الاهلي والوداد نفس النهائي دوري ابطال، هتلاقيه موجود في 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 دوري السوبر الاوروبي او الدوري الاوروبي يعني. تتوقع يا عماد المباراه النهائيه والوداد ومواجهته مع صن داونز، خصوصا ان احنا دايما لما بنتكلم ان الوداد هي يمكن اكتر فريق في القاره الافريقيه بيعرف يتعامل مع فرقه صن داونز، ويمكن على مدار السنين اللي فاتت يمكن خرجوا 3 مرات قبل كده، وكانت النتائج دايما بتبقى في مصلحه فريق الوداد. تتوقع ايه في نهائي الدوري الافريقي المره دي؟ النهائي فين يا بركات؟ النهائي فين؟ صن داونز ولا مغرب ولا جنوب افريقيا؟ لا، الذهاب في المغرب والاياب في صن داونز. برضه انا طبعا هتمنى الوداد طبعا، بغض النظر عن صن داونز، انا كان نفسي يكون النهائي عربي، يعني الاهلي مع وداد، الاهلي مع الترجي، بدل وصل للوداد. خلاص كل التوفيق ان شاء الله لنادي الوداد في النهائي، وهو بيعرف يتعامل مع الماتشات دي كويس، وزي ما انت قلت فعلا هو خرجه لغايه الموسم اللي فات، ولا بيخرجه من قبل النهائي. يمكن شويه صن داونز على ارضه مع الظروف اللي بتتعامل مع تغيير. انا دلوقتي انت بتقول كل التوفيق لفريق الوداد، طبعا اكيد كل التوفيق لفريق الوداد كفريق عربي، ونتمنى طبعا بعد خروج النادي الاهلي ان هو يكون صاحب التتويج من البطوله كفريق مغربي. ولكن على المستوى الفني يا عماد، شايف مين اقرب؟ الوداد هيعرف يتعامل مع المباراه كويس. الوداد هيعرف يتعامل مع المباراه كويس. اتفق معاك تمام كابتن عماد النحاس، طبعا بشكرك شكرا جزيلا.